هيمنت فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي على بطولة الجمهورية للفردية التي أقيمت منذ 10 أيام على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية. نجد في فرق الرجال بأنه نجح شادي مجدي في التتويج بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل خالد عصار على الميدالية البرونزية، كما حصد محمد شومان المركز الخامس. أما فيما يخص منافسات السيدات، نجد اكتساحاً أهلوياً للمراكز الثلاثة الأولى. توجت مريم الهضيب بالميدالية الذهبية، جاءت ناجودة في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مروى الهضيبي. التوأم الهضيبي قد نجح في بلوغه قبل النهائي بعد الفوز على فرح عبد العزيز وريم العراقي لاعبات الزمالك. نذهب لمرحلة الشباب، نجد أن الرباعي الأهلي سيطروا على المراكز الأربعة الأولى. فاز مروان عبد الوهاب بالمركز الأول، كريم عبد العزيز بالمركز الثاني، أحمد البرهامي بالمركز الثالث، وأحمد هشام بالمركز الرابع. أما عن مرحلة الناشئين تحت 18 سنة، توج مروان جمال بالمركز الأول، حصل أحمد هشام على المركز الثالث، وفي نفس السن 18 سنة ناشئات حصلت هنا جودة على المركز الأول. احتلت سارة ياسر عبد العزيز المركز الثالث. النسر الأهلوي يحلق بعيدا عن أقرب منافسيه بمنافسات تنس الطاولة، يظهر هذا من خلال قوام المنتخبات الوطنية التي تشارك في كبريات البطولات العالمية والأولمبية. يلا بينا نشوف، شفنا نجماتنا ونجوم التنس طاولة فعلا ما شاء الله، دايما التنس طاولة ومفرح نادي الأهلي ومفرح جماهيره، لكن لما تقعد قدام نجمات كبار زي اللي قاعدين قدامي صدقوني أنا بكون مستمتع جدا بالحديث معهم. نجمات متألقات في عالم التنس طاولة صاعدين مش بسرعة الصاروخ، ما شاء الله عليهم من ساعة ما بدأوا لعبة التنس طاولة في نادي الشمس، مظبوط كده؟ مظبوط، في نادي الشمس، وهم متألقين لغاية ما وصلوا ودخلوا جدران النادي الأهلي وتألقوا وتجملوا داخل النادي الأهلي، وبإذن الله يكون ليه في المحافل العالمية والدولية في المرحلة المقبلة بإذن الله حاجة كويسة جدا. خلينا نرحب بنجماتنا الكبار، مريم الهضيبي. مريم مساء الخير. مساء النور مروة. أنا قصدي أقول لك كده عشان تبقى عارفة. أكيد كابتن مروة الهضيبي نجمة كبيرة، هم توأم لكن دايما بختلف بينهم، كل ما يقعدوا قدامي اختلف. خلينا نرحب بكابتن مريم الهضيبي. كابتن مريم منورانا ومشرفانا. منور حضرتك، ربنا يخليك. ألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. أبارك للكاس ده لمين؟ أبارك لمروة ولا لمريم؟ قولي أبارك لمين؟ يعني احنا الاثنين، بس انا الحمد لله اللي جبتوه. برضو على الهوا، هم كده دايما على الهوا، دايما ناقر والايه معايا، لكن اكيد بنبارك لها ونقول لها الف مبروك يا مريم. فعلا حاجة. كاس جميل، كاس تعبتي اكيد لغايه ما وصلتي تعملي كاس السيدات او بطوله الفردي سيدات. عايز تحكي لي مشوار البطوله شكله ازاي معاكي؟ هو طبعا انا بالنسبه لي بيبقى يمكن اصعب الماتشات هي بتبقى من اول واحد واخر واحد، لان اول واحد بتبقى لسه الواحد ما دخلش في المود قوي، فببقى حريصه جدا في اول ماتش. الحمد لله كسبت اول ماتش ودخلت، بدات العب كويس و يعني دخلت في مود البطوله. بعدين ماتشات طبعا جوه كانت جامده لان كل اللعيبه كويسين، لحد ما وصلت واحده واحده للفاينل الحمد لله وكسبت. ما قابلناش بعض جوه البطوله دي؟ لا البطوله دي للاسف لا ما قابلناش بعض. خسرتي في السيمي فاينل وطلعتي تالت. خسرتي مين في السيمي فاينل؟ خسرت من هنا جوده. من هنا جوده. اهلي في اهلي. اهلي اول ثلاثه كانوا اهلي. اول ثلاثه كانوا اهلي، ما شاء الله عليكي. البطوله كانت صعبه شويه؟ بصراحه كل بدرات النادي الاهلي ما شاء الله كلكم دايما في المراكز الاولى بصفه عامه. هي كانت بالنسبه لي البطوله صعبه، وكمان خصوصا على دخول الاربعه، لان انا كنت بلعب كان في ماتش مهم بالنسبه لي هو اللي دخلني الاربعه مع البطله فرح عبد العزيز، وهي ما شاء الله بطله كبيره طبعا، فكان الماتش ده بالنسبه لي صعب وهو اللي هيدخلني الاربعه، فبالنسبه لي كان ده اصعب ماتش في البطوله كلها. بس انا الحمد لله قدرت ان انا انزل واكسبه يعني، وكسبت الحمد لله. المباراه مع فرح، كانت مباراه صعبه جدا. كانت صعبه اكيد. لان صعوبيتها في ايه معاكي؟ لان هي بطله كبيره واكبر مني كتير وعندها خبره كبيره في تنس الطاوله مش قليله خالص، وما شاء الله هي بطله العرب، فيعني بالنسبه لي ان انا العب معاها ده بيبقى حاجه يعني تقيله مش سهله يعني. وقدرت تعدي المباراه؟ الحمد لله. مريم كانت بتشجعك في الماتش ده ولا لا؟ لا كانت مريم بتلعب. كانت بتلعبوا وتلعبوا في نفس الوقت على نفس الملعب؟ ما مش بتركزي مع اختك في الوقت ده بصراحه شديده؟
في الاول يمكن زمان كنت دايما وانا بلعب بصلها يعني، حتى لما هي بتبقى خسرانه بقى متوتره شويه. بس لما كبرنا شويه وان احنا كل واحد فينا حريص على ان هو يكسب ماتشه، فبقينا ان هو في جوه الماتش كل واحد بيلعب ماتشه لحد الاخر، ولما يطلع يبدا بقى يشجع ويشوف اخته ماشيه ازاي. بتحفزوا بعض ازاي يا مروه؟ يعني بنفضل نقول لبعض قبل الماتش انزلي واعملي اللي عليكي، واحنا الاثنين تعبنا عشان نوصل، فاعملي اللي عليكي للاخر وان شاء الله نقابل بعض في الفاينل. يعني كل شويه نقول احنا خلصنا مثلا 3 ماتشات ناقص 4 ماتشات، فيلا يا مريم نكمل مع بعض لحد ما نوصل مع بعض للفاينل. يعني اصعب مباراه قابلتوا فيها بعض بصراحه شديده وانتوا اخوات كانت اي مباراه؟ اكيد في بطولات افريقيا. دي بطولات افريقيا قابلتوا بعض في اي دور من الادوار؟ فاينل. احكي لي المباراه شكلها ازاي. هي دايما لما بنقابل بعض في الفاينل في بطوله افريقيا دي بتبقى اصعب حاجه، لان هي بتاهل لبطولات تانية وانا ببقى في نفس الوقت عايز اكسب عشان اتاهل، بس في نفس الوقت ببقى عايزاها هي تتاهل عشان هي تكسب عشان تتاهل. فبيبقى ده اصعب ماتش بالنسبه لنا يعني. لا انا عايز المباراه الصعبه حصل فيها ايه في بطوله افريقيا، لا انا عايز اتكلم جوه المباراه دي على المباراه دي بقى خالص. لا انا بالنسبه لي اخر واحده انا كسبتها قد ايه؟ مش فاكره. دايما بتكسبيني 4-3 مثلا. يعني هي مره واحده قريب يعني. قضت عليا 4-1 ما سبتليش فرصه خالص، بس دايما بيبقى ماتشنا مثلا 3-3 وهو اخر جيم اللي بيحدد، فيعني ماشيين احنا حافظين لعب بعض بصراحه، ف يبقى ماتش دايما 3-3 ونشوف اخر جيم بقى مين بيكسب اكتر. مروه يعني بصراحه شديده، خلينا نتكلم كاتنين رياضيين بيلعبوا او النجمات كبار كمان بيلعبوا، مش عايزه تقابليها في الماتشات بصراحه؟ انا ببقى عايزه اقابلها في الفاينل، لان هو قد ما هو بيبقى توتر بيبقى راحه نفسيه ان كده كده المكسب في بيته. بس في نفس الوقت لو مثلا ببقى مش حابه ان انا اقابلها مثلا على الاربعه او سيمي فاينل، لان فينا اللي هتكسب هي اللي هتخش والتانيه مش هتخش خالص. فبالنسبه لي يعني احسن لو لعبتها بيبقى فاينل، ويعني شويه تفكير ان في السيمي فاينل ان في واحده فينا ضامنه الفاينل ان شاء الله، فبيبقى ما اكيد المكسب في بيته، لكن اكيد انت برضو يعني حب النفس اكيد بتكوني عايزه تكسبي. بتتعاملوا ازاي مع بعض مروه في البيت قبل ماتش الفاينل او قبل الماتش تقابلوا فيه بعض بصراحه شديد داخل البيت؟ يعني انا اقعد اقول لها يا مريم بصي انت اعملي اللي عليكي بس انا كده كده هكسب، فهي تقول لي لا انا اللي هكسب. الله. لا لا بنقعد نتحدى بعض يعني جوه البيت. فعلا جوه البيت وفي الطريق لحد قبل ما نخش احنا الاثنين الملعب تحدي. بتروحوا مع بعض في الطريق؟ صح. ونسخن مع بعض بنعمل كل حاجه. نعم. قولي ازاي بتعملوا ده يعني بجد يا جماعه؟ الموضوع صعب جدا يكونوا اختين بيلعبوا نفس اللعبه وما شاء الله عليهم نجمات كبار وكمان بيقابلوا بعض في ماتشات. فعلا الالعاب الفرديه غير الالعاب الجماعيه، الالعاب الفرديه اكيد كل واحد عايز يكسب، لكن الاثنين في الاخر اختين بيتقابلوا قدام بعض. عايز اعرف الشعور، عايز اعرف ازاي بتتكلموا مع بعض وانتوا رايحين. انا كلاعب هندول قبل كده بركز في الماتشات، بركز انا هعمل ايه، هقف ازاي في الجون، اللعيب ده بيشوط فين، انت بتركزي في ايه قبل المباراه وهي قاعده جنبك؟ هو انا ومروه عشان حافظين لعب بعض خالص، ف يعني بالنسبه لنا مش بنلعب على نقط ضعف او حاجه، لان احنا يعني شويه بنبقى حافظين هي هتلعب الكره هنا فانا هروح لها في نفس المكان. لكن كنفسيا وكده انا بصراحه بيبقى اكتر ماتش بيوترني هو ماتش مروه. اكتر ماتش بيوترك؟ طب حلو قوي عشان تعرفي تكسبيه، عشان كده بتكسبيه على طول 4-3 صح؟ مظبوط. يعني يمكن لو ماشيه في البطوله عادي ابقى مش متوتره وماشيه في البطوله كويس، اول ما اجي عند ماتش مروه بتوتر جدا. بتوتري جدا؟ مروه عايز اقول لك على حاجه انا هقولها لك، هي مش عايز تقابلك في الماتشات هي ده كلام واضح، لكن عايز اقول لك برده بتحسي نفس الشعور؟ اكيد التوتر نفس التوتر اللي انت بتلعبي برده اختك؟ اكيد. ما انا زي ما قلت حضرتك عشان احنا الاثنين بنبقى عايزين نتاهل للبطوله الاكبر يعني. وهم بياخدوا واحد بس، فبتبقى اكتر ماتش متوتر عشان انا مش عايزاها تخسر وتزعل، بس في نفس الوقت برضو انا محتاجه ان انا اروح بطوله زي كده يعني. مروه بصراحه شديده في بطولات لا تنسى في ذاكره اي لاعب في تاريخه في اللعبه، ايه البطوله لغايه وقتنا هذا اللي انت مش قادره تنسيها في حياتك؟ هي البطوله الاعظم، هي البطوله الاكبر، هي احلى ميداليه جبتيها، ايه هي؟ احلى ميداليه جبتها في 2018 في الجزائر دوره الالعاب الافريقيه. لان دوره الالعاب اللي قبلها ما كانتش مصر اللي واخداها، فكان يعني يعتبر معتمدين عليا ان انا ان شاء الله اجيب البطوله اللي جايه يعني. فالحمد لله هي دي كانت اكتر بطوله، حتى انا بدات البطوله ما كنتش بلعب حلو، ما كنتش بلعب كويس يعني. بس الحمد لله قدرت ان انا اجيب المركز الاول، ودي كانت اعز ميداليه بالنسبه لي. اعز ميداليه بالنسبه لك بطوله افريقيا 5 سنين متتاليه. ما شاء الله. يعني يا جماعه بجد انا قاعد قدام نجمات كبار جدا جدا جدا، بطوله افريقيا 5 سنين متتاليه هتفضل متربعه على عرش افريقيا، اكيد دي حاجه كبيره جدا جدا جدا. احكي لي ازاي تربعتي على عرش افريقيا 5 سنين متتاليه؟
والله هو انا دايما ماشيين بكونسبت ان احنا بنتعب وبنعمل اللي علينا وزياده والمكسب ده بتاع ربنا، يعني هو اكيد بيبقى كاتب لنا بس احنا بنعمل اللي علينا وبنتعب وبنتمرن وبنجتهد، وهو ده يعني سر نجاحنا دايما. وان شاء الله البطوله الجايه يا رب يعني نحقق المركز الاول برضه. تكسبي مريم صح؟ لازم تكسبيها مريم. الشعور عندكم مختلف خلاص، دي اختين، شعور ماما ايه بينكم في المكسب والخساره؟ عايزك تحكي لي. انا عارف ان ماما هي الداعم الاساسي لمروه ومروه، قولي لي بجد بتعمل ايه؟ بتروح لمين فيكم في جوه البيت؟ هي انا بحس ان ماما دايما بتقعد تكلم كل واحده فينا لوحدها، يعني تقول لها مثلا انت اعملي اللي عليكي واكسبي، وبعدين تجي لي مثلا تقولي لها اعملي اللي عليكي واكسبي. طب ما انت عارفه ليه قالت لها كده؟ انا ببقى عارفاها، بس هي ماما بتبقى عايزه يعني تقول كل واحده فينا، بس هي انا بحسها تتحيز لي شويه في الماتشات عشان مروه دايما بتكسبني، فهي بتقعد تقول لي العبي يعني. فعلا. بعد المباراه اللي بيحصل، اللي خسر واللي كسب، تتعامل ازاي داخل البيت مع النجمتين الكبار مروه ومريم؟ يعني هي لو في بطوله ماما مش موجوده فيها، فاحنا اول ما بنخرج بنتصل بيها فتقول لنا مين كسب، بقول لها مثلا مروه، فتقول لها مبروك، وبعدين تقول لي ما تزعليش مثلا الحمد لله ان كده كده الكاس في بيته، يعني المره الجايه ان شاء الله شدي حيلك عشان تكسبيها اكيد. مروه لو عايزك تقولي كلمه لمامتك، لان انا عارف ان هي الداعم الاساسي اللي هي البوش، انتوا الاثنين بتاخدكم معاها تروح مع، يعني في تعب السنين معاها، تقولي لها ايه بصراحه شديده؟ انا اكيد حابه توصل الكاميرا، مش عايزه توصل الكاميرا بقى اللي قدامك. اكيد حابه ان انا اشكرها واقول لها ربنا يخليكي لينا وشكرا على تعبك معانا، ان هي فعلا السند الاول والاخير لينا في البطولات وفي كل حاجه، حتى في الدراسه وفي البيت وفي الادب وفي الاخلاق، هي ماما يعني اللي مربيانا على كل حاجه ما شاء الله. فشكرا ليكي يا ماما، وربنا يديكي طول العمر ويخليكي لينا ودايما نرفع راسك. هي موجوده صح بس بره في الهواء، موجوده معانا في الهواء. ما جاتش معاكم النهارده؟ لا. اول مره بصراحه شديده، يعني انا فعلا بقولها ما شاء الله مربيه بنتين زي الفل، وما شاء الله نجمات وبطلات، وباذن الله نشوفها على بطولات العالم والاولمبياد في الوقت القريب. كده كده دور البنت دور رياضي، بتذاكري كويس، لكن ايه موضوع الاكل انتي ومروه؟ يعني نخش شويه نغير الاجواء شويه، ايه موضوع؟ احكي لي، بتحبوا اكل زي بعض؟ لا خالص خالص. عكس بعض؟ ازاي توأم يكونوا عكس بعض؟ مع ان انا عارف ان التوأم هم نفس النفس مع بعض. هو انا ومروه يعني حتى مش في الاكل بس، يعني احنا شخصياتنا مختلفه. يعني يمكن احنا قريبين لبعض قوي في ايه؟ فان احنا دايما جنب بعض مثلا في المذاكره، في التمرين، في الحاجات دي. لكن كشخصيه مثلا حد اجمد من التاني، حد يعرف يتصرف، الاكل مثلا، في الحاجات دي مختلفين عن بعض خالص. مروه قولي لي، رحتوا بيزنس ليه؟ عشان انت اللي اخترتي ولا عشان مريم اللي اختارت؟ لا، هو احنا الاثنين قررنا مع بعض برضو موضوع البيزنس، بس احنا كنا عايزين حاجه تخلينا متفوقين في الرياضه وفي الدراسه في نفس الوقت، لان طبعا هندسه او طب مع الرياضه بتبقى حاجه صعبه، يعني ممكن حاجه تقع فتره. مهندس حضرتك؟ لا ما كانتش صعبه. بس يعني بالنسبه للبنات ساعات مش البالانس بيبقى ايكوال في الموضوع ده، فاحنا اخترنا ان احنا نخش حاجه سهله عشان توفق لنا الرياضه، وكمان اكاديميه بحريه مدينا فرصه كبيره جدا ان احنا نسافر البطولات في اي وقت ونرجع نمتحن في اي وقت، فبالنسبه لنا يعني ده حاجه كويسه. مريم اخترتوا التعليم عشان تشتغلوا على الرياضه كويس، مظبوط؟ وصلتوا فين في الرياضه وطموحنا ايه لغايه يوصل لفين مع مريم؟ احنا الحمد لله يعني بنكسب بطولات العرب وبطولات الجمهوريه مع النادي والدوري، وبنكسب بطولات افريقيا. انا نفسي طبعا ان احنا يبقى بطولات العالم، مش مجرد ان احنا بنشارك بس، انا نفسي ان احنا نوصل ان احنا نخش يعني الثمانيه ان شاء الله، لما نخش الثمانيه كمان ان احنا نقدر ندخل الاربعه وناخد ميداليه، لانها تبقى حاجه كبيره قوي لمصر، ان مصر بتاخد بطوله العالم يعني. اكيد دي حاجه مهمه جدا. تاني وبقول النجمات دول، عايز اقول كلمه مهمه لجمهور النادي الاهلي عليهم بالذات، لان هم مش هيقولوا الكلام ده. مروه او مريم ما عندهمش سوشيال ميديا قويه، يعني مش قاعدين على السوشيال ميديا، هم مركزين في الدراسه، مركزين في شغلهم، مركزين، لكن فعلا صدقوني الموضوع معاهم حاجه ما شاء الله. لو قريت السي في بتاعتهم، يعني سي في كبيره جدا جدا جدا، بابطال عرب، ابطال افريقيا، افريقيا على التوالي، ميداليات كثيره جدا في بطولات الجمهوريه، في بطولات السيدات، يعني فعلا ما شاء الله عليهم نجمات من ذهب. لكن خلينا نشوف بقى طموح مروه ايه في المرحله اللي جايه. مروه قولي لي طموحنا ايه في المرحله اللي جايه؟ يعني هو انا ان شاء الله الفتره اللي جايه اكتر حاجه بنستعد ليها بطوله افريقيا، عشان تبقى ان شاء الله سادس مره ناخد بطوله افريقيا،
وبعدها ان شاء الله نستعد لبطوله العرب تبقى في الاردن برده عشان نبقى ابطال العرب كالعاده يعني ان شاء الله. وبعدين نشتغل بقى واحده واحده عشان بطولات العالم وان شاء الله الاولمبيكس يعني لو تشاركنا فيها يعني. التحديات اللي جايه عندنا ايه؟ زي قلت حضرتك هي بطوله افريقيا اول بطوله. ده التحدي الاكبر بالنسبه لك؟ ده اكتر حاجه انا مركزه عليها الفتره دي، وان شاء الله بعدها بطوله العرب والاولمبيكس وبعد كده بطوله العالم ان شاء الله. مريم، سالت مره سؤال من شويه يعني واحنا قاعدين، هي الميداليه الاحلى او الاقوى او الاجمل او الميداليه اللي انت بتعتز بيها في تاريخك الرياضي الحافل بالميداليات؟ يمكن الميداليه كنا في بطوله افريقيا في تونس، لعبت مع مروه في الفاينل في 18 سنه، خسرت، كان ماتش صعب بصراحه، خلص 4-3. كان بعدها على طول هبدا ماتش الفاينل تحت 21 سنه وانا كنت تحت 18. فكنت بلعب مع اميره يسري، واميره يسري طبعا بطله كبيره. الحمد لله كسبت، وكانت اميره بالنسبه لي صعب ان انا اكسبها، كسبت. فكان بالنسبه لي انا خدت بطوله افريقيا الحمد لله، عشان مروه كانت دايما بتكسبها فخدتها في ال21، فكانت بالنسبه لي كويسه قوي. وكمان اول بطوله سيدات خالص لعبتها اخدت فيها اول، دي كانت بالنسبه لي ان هو انا من البدايه والحمد لله قدرت ان انا اخد اول، يبقى ما فيش حاجه بعيده عليا يعني. اكيد حاجه قريبه. وكاس ده ايه؟ ده فرد السيدات البطوله. لا انا عارفه كاس، ما كلمتيش على كاس ده ليه؟ كاس هو ده بصراحه اكتر واحد جيب تعب يعني. صح. يعني تعبت قبلها كتير قوي في التمرين، وبطوله كمان يمكن المنافسات دلوقتي بقت اصعب، لان كل اللعيبه كويسه وكل اللعيبه جامدين، وماتشات كمان ما كانتش سهله، بس الحمد لله يعني ربنا وفقني ووصلت للاخر وكسبت. ما شاء الله عليكي، بيبارك لك دايما. دخلتي من افضل 10 لاعبات في العالم في الناشئات او في الناشئين، في الناشئات عفوا. دخلتي؟ الحمد لله. تحت 18 سنه. تحت 18 سنه وصلتي لده ازاي؟ هي كانت من كتر المشاركه، لان انا كانت السنه دي السنه اللي انا تاهلت فيها اليوث اولمبيكس اللي كانت في الارجنتين، فكان عندي نسب المشاركه الدوليه كانت كتيره يعني، كان عندي كذا بطوله بروح، والحمد لله ما كانتش النتائج فيها وحشه يعني، كان في كل بطوله بتتحسن عن اللي بعدها. وكمان كنت واخده بطوله افريقيا وبطوله العرب برضو، كنا وصلنا فيها المركز كويس، فعشان كده الرانكينج بتاعي كان كويس دوليا يعني. مريم، قولي بتتدربي ايه يوميا تقريبا؟ لو في الاجازه بيبقى مرتين. مرتين في اليوم؟ في اليوم. الصبح بعده؟ اجازه. كم ساعه في التدريب؟ ممكن من 4-5 مثلا. من 4-5 ساعات في التدريبه؟ لا، في اليوم. في اليوم التمرينتين. طب انت احكي لي اليوم بتاعك بيمشي ازاي يعني؟ بتمرني الصبح، تقعدي في النادي تكملي، ولا تروحي البيت تنامي وترجعي تاني؟ لا، لو في الاجازه بنصحى الصبح نتمرن التمرين، بعد كده نقوم راجعين بنريح شويه، سواء بنتغدى وننام شويه عشان نصحى للتمرين بتاعت بالليل ونتمرن تاني. عايز تقولي كلمة سيد الوالدة، لأن أكيد دي أحلى حاجة ممكن نختم بيها، تقولي لها إيه؟ أقول لها طبعا شكرا يا ماما إن هي دايما جنبنا، وإنك محافظة علينا لحد دلوقتي، لأن إحنا بنتعبها بصراحة، بس يعني إحنا بنحاول ندي كل اللي إحنا عندنا عشان نرفع راس حضرتك، وربنا يخليكي لينا طبعا. يا رب ربنا يخليكوا ليها، ودايما نجمات متألقات. مين بيتعب ماما أكتر قبل ما أقفل؟ سريعا انا انت بعديه الامور. نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك، ودايما بطله ودايما نجمه، ودايما بجد بتشرفونا في قناه الاهلي. ربنا يخليك. شكرا مريم، الف مليون مبروك، ودايما بتنورينا وتشرفينا في قناه الاهلي. ربنا يخليك. شكرا بجد. كان نجمات كبار ولسه مستمرين معاهم، وهنستمر معاهم في بطولاتهم وانجازاتهم، لان فعلا عندنا امل كبير جدا معاهم ان يقدروا يوصلوا لاعلى المستويات باذن الله في بطولات العالم او في البطولات الاولمبيه. خلينا نخرج لفاصل عشان نستقبل نجوم التنس طاوله في النادي الاهلي، مروان عبد الوهاب ومروان جمال. مستمرين مع نجوم التنس طاوله في النادي الاهلي، ونجوم من ذهب، ونجوم دائما بيتالقوا في صالات وملاعب التنس طاوله في النادي الاهلي. خلينا نرحب بضيوفنا النهارده. كابتن مروان جمال، بنرحب بيك وبنقول لك الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. وكمان بنرحب بكابتن مروان عبد الوهاب وبنقول لك الف مليون مبروك يا كابتن مروان. بطولة تحت 21 سنة، عندك 19 سنة وبتفوز ببطولة تحت 21 سنة، قول لي وصلت للبطولة ازاي؟ هو البطولة في 21، أنا أول سنة تحت 21 سنة.
بدأت لعبنا مجاميع 16، يعني في أدوار قبل كده دخلنا في مجاميع 16، كان معايا مروان ومعايا زميلي من النادي الأهلي كريم عبد العزيز وواحد من نادي ألعاب دمنهور. كويس. والحمد لله كسبت ماتشين وخسرت من كريم، تأهلت أنا وهو. وفي دور الثمانية برضو كانت مجموعة من أربعة، كان معانا لعيب من الزمالك أنا وأحمد البرهامي من الأهلي ولعيب من دمنهور برضو. كويس. والحمد لله تأهلت أنا وأحمد برضو الأهلي، والناحية الثانية كان كريم عبد العزيز وأحمد هشام برضو الأهلي. الأربعة أهلي. أربعة أهلي ما شاء الله عليكم. فالحمد لله وصلت فاينل يعني، وفي النهاية كنت خسران 2-0 مع كريم، هو كان كسبني قبلها الصبح. الحمد لله في الفاينل لعبته والحمد لله كسبت 3-2 يعني. كسبت بعد خسارة 2-0، عوضت ازاي يا مروان بصراحة؟ يعني جبت ازاي نفسك تاني مرة جوه المباراة؟ يعني صعبة 2-0 في الشوط الثالث راح للخسارة بتعوض وترجع تاني. هو كان قبلها بيوم كان كسبني 3-0. كويس. تاني يوم برضه 2-0. الصبح. في الفاينل بقى. في الفاينل تمام. فبلعب يعني أنا كنت نازل طبعا متوتر وفاينل نهائي والكلام ده. فلقيت نفسي خسرت 2-0 وانا بلعب بحرص، فقلت ما العب يعني ملهاش يعني، هو وصل فاينل وكسبني 3-0 ويعني ملهاش فعلا هي ملهاش. بس فيعني الحمد لله يعني بقى ايه ربنا. ريحت في الملعب، ريحت نفسيا، ريحت نفسيا يعني. الواحد لما بيستريح نفسيا بيطلع اللي عنده اكيد. بس فلما استريحت نفسيا الحمد لله يعني قدرت ان انا ارجع تاني. مروان عبد الوهاب استريح نفسيا، مروان جمال عمل ايه عشان يوصل لغايه الماتش الفاينل ويكسب ميداليه الاولى تحت 12 سنه، تحت عفوا 18 سنه انا اسف. الحمد لله كان برده كان بطوله يعني كانت صعبه كانت سهله. كان لعبنا لحد الدور الاربعه ودخلنا للسيمي فاينل. كان معايا عمر ايهاب من سبورتنج. كويس. والحمد لله كسبته. والناحيه الثانيه كان كريم ياسر صبحي من المعادي واحمد هشام من الاهلي. قابلت بيه في الفاينل كريم ياسر صبحي من المعادي. كويس. والحمد لله قدرت اكسب 3-0. 3-0 على طول، ما كانتش فيه مقاومه من كريم. لعبت تنس طاوله ليه؟ عشان كنت بتفرج عليها زمان وانا صغير. عشان بابا؟ ممكن. بابا كان لعيب تنس طاوله بكده؟ صح؟ يعني لعبت تنس طاوله عشان خاطر بابا ولا شددك تنس طاوله شكل بابا؟ هو شدتني اكتر يعني. شددها؟ حبيتها وانا صغير. مروان بيقول ان هو حبها وهو صغير بس ده بسبب والده اكيد. لعبت تنس طاوله ليه يا مروان؟ هو الموضوع يعني ان انا كنت لما باجي اسافر في اي حته مع عيلتي او مع اصحابي كنت ببقى انا اصغر واحد سنا، ف مش هتلعب اقعد كده يعني. بس فلما رجعت بقى قلت لهم انا عايز اتمرن يعني في المصيف وكده، ما كنتش كانوش بيرضوا يلعبوني تنس طاوله. ترابيزه صح. فرجعت قلت لهم انا عايز اتمرن يعني عايز اكسب الناس دي. بس فلما اتمرنت لقيت ان اللعبه يعني ليها اهداف تانيه كبيره بقى، زي بطوله مشاركه في بطولات عالم وافريقيا ويعني احتراف، يعني الموضوع في احتراف اكتر. فحبيت اللعبه بصراحه، لعبتها من عندي 7 سنين. ما شاء الله عليك. وبتتمرن ايه في التدريب عشان توصل للميداليه رقم واحد؟ اربع لخمس ساعات في اليوم. اربع خمس ساعات في اليوم. ده دراسه ولا ده بره الدراسه؟ لا يعني واحنا في المدارس، انت مدرسه ثالثه اعدادي مظبوط؟ في مع المذاكره بتمرن اربع خمس ساعات ولا لا؟ ممكن ساعتين، ساعتين ونص، ثلاثه كده، ده اكتر حاجه. بتوفق بين الاثنين ازاي؟ ازاي توفق بين الدراسه وبين انجاز الكبير اللي بتعمله او البطولات اللي انت بتحققها؟ هو يعني المذاكره وقت والتمرين وقت كده. بس انا وانا صغير برضو كنت بقول المذاكره وقت والتدريب وقت، وما كنتش بعمل حاجه، كنت بلعب بس. ما رايك كده؟ مين بينظم الحياه دي معاك يا مروان؟ بابا بقى وماما. الاساس ماما. مظبوط؟ تقول لها ايه على الهوا النهارده كده وانت نجم كبير معايا وحارس ميداليه ذهبيه، تقول لها ايه؟ شكرا على تعبكم معايا. لا عايزك تبص للكاميرا. طب بص لها ليه؟ هي شايفاك دلوقتي مكتوب في الهوا على بالي انا. شكرا ان تعبت معايا وربنا يخليك ليا، ان شاء الله هحقق كل نفسك فيه. اكيد هحقق كل نفسهم فيه، لان هم فعلا املهم في بطل كبير زي مروان. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويحقق لهم
اكتر مما يتخيلوا، وباذن الله احنا كمان نستنى مروان في بطولات عالميه ودوليه وافريقيه كثيره جدا باذن الله. مروان اكيد عايز توفق بين الاثنين برضو، بين الدراسه وبين وبين التدريبات. عايز دراسه ولا عايز احتراف؟ هو يعني ده مش هينفع لوحده وده مش هينفع، يعني انا عايز الاثنين. عايز الاثنين مع بعض. اه كويس. ودايما بحاول ان انا اوفق بين الاثنين يعني. بس انت في بيزنس في سنه اولى؟ اه. برضه في الاكاديميه ولا؟ لا انا في اي يو سي بزنس. في الاي يو سي ما شاء الله عليك. بتوفق باثنين ازاي والاي يو سي صعبه جدا؟ هي صعبه جدا فعلا. يعني من الصبح الجامعه مثلا من 7 ل 4 كويس، والتمرين بيبقى الساعه 6 مثلا. فده بقى بيطلب ان انا مثلا يعني اي حاجه تانية غير الاثنين دول ما بعرفش اعملها قوي، يعني خروجات، ان انا مثلا اسهر، الكلام ده. ده لسه كنت هجيب لك، يعني اي يو سي اكيد خروجات وسهر والناس عندهم. ما هو الصبح بيقولوا لك يعني اصحابك بقى في هناك في الجامعه بصراحه شديده، ما حدش بيقول لك افكس بقى التدريب سيبك يا عم. لا بيتقال كتير طبعا. وفي طبعا كمان طبعا اصحابي بتوع المدرسه يعني اعرفهم من زمان. اه برضو لما كل واحد دخل جامعه عايزين نخرج، بس انا ما بيبقاش عندي وقت خالص. اه خالص. فيعني الجامعه واخده الوقت الصبح كله وبالليل التمرين كله. بتزعل على الخروجات، لكن أكيد بعد ما تحقق انجاز اكيد بتكون في حته تانية خالص. بالظبط. بيقولوا لك ايه بعد تحقيق الانجاز؟ لا هو طبعا اصحابي يعني دايما، يعني لما مثلا بكون هلعب ماتش او نهائي مثلا على التلفزيون كلهم بيتفرجوا عليا، بيكلموني مثلا في التليفون. يعني اصحابي بصراحه يعني احنا برضو نعرف بعض، فيسبوك كله انستجرام يعني كله. اصحابي بصراحه بيسبورتوا كويس. اه وبرضو اكتر واحد بيسبورت فيه في الرياضه ولا بره الرياضه؟ لا خلينا بره الرياضه اكيد. يعني بره الرياضه يعني اصحاب المدرسه طبعا معايا. يعني احلى تعليق جالك على السوشيال ميديا ايه؟ احلى تعليق سيلك على السوشيال ميديا هنسيبك بقى احلى تعليق تفكر فيه واروح لك. قول لي النهارده طموحنا فين في المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله العب بطولة اولمبياد. مين مسك اعلى في التنس طاولة؟ كابتن سيد لاشين. اشمعنى كابتن سيد لاشين؟ لا اكيد اكيد يا جماعه، طبعا انا مقدر بحجم واسطوره كابتن سيد لاشين، واكيد هو فعلا هو الهيرو للتنس طاولة، اسطوره كبيره جدا في عالم التنس طاولة على مدار تاريخ التنس طاولة. لكن فعلا اكيد لازم نساله السؤال ده، اشمعنى اخترت كابتن سيد لاشين؟ عشان انا كنت بتفرج عليه وانا صغير. كنت معجب، يعني معجب بلعبه وكنت بحبه قوي وانا صغير. فانا شايفه ان هو اجمد واحد في مصر اجمد واحد في مصر. لعبت مع كابتن سيد لاشين في ملعب واحد، يعني رحت اتمرنت معاه قلت له يا كابتن عايز العب معاك جيم، ولا ما حصلش الموضوع ده؟ ممكن اكون لعبت معاه مره او مرتين تمرين. خلص عليك في التدريب. قول لي بجد والله اتعلمت ايه من كابتن سيد لاشين؟ ازاي ابقى يعني طموحاتي وابقى راجل جوه الماتش ملتزم جوه الماتش. اكيد اكيد الالتزام شيء مهم جدا. اكيد الرياضي الملتزم اكيد الملتزم زي ما كابتن مروان بيقول، اكيد الرياضي الملتزم شيء مهم جدا. مروان قول لي ايه احلى تعليق جالك على السوشيال ميديا؟ انا سبتك تفكر اهو. صح يا احلى تعليق جالي بعد البطوله اللي فاتت دي، يعني بالاخص يعني ان هو ربنا ما بيضيعش تعب حد. عشان انا قبل البطوله اللي فاتت دي كان مستواي نزل شويه وخسرت بطولتين ورا بعض، خسرت في ادوار بدري وبطوله الفرق مع النادي الاهلي برضه خسرت. فيعني لما خسرت قلت لا مش هينفع بقى اخسر، انا عايز اكمل، عايز اكسب، عايز ابقى يعني عايز ارجع مروان اللي هو معروف يعني. فبصراحه انا الفتره دي كمان استغليت ان انا كنت اجازه من الجامعه. فالحمد لله كنت بتمرن صبح وبالليل وفيتنس وبتمرن بره وبتمرن في يعني اي وقت كنت بتمرن. لو خرجتك من التنس طاوله وقلت لك هوايتك بره التنس طاوله؟ هوايتي بره التنس طاوله الكوره. الكوره؟ تشجع كوره؟ انا كنت بلعب كوره وانا صغير اصلا. لعيب كوره كويس؟ والله كنت كويس، بس انا فضلت التنس طاوله على الكوره. زعلان قوي انت بتقولها بصراحه. الصراحه يعني انا كبرت. صح؟ زعلان قوي الموضوع. مروان قول لي هوايتك الثانيه ايه غير التنس طاوله؟ ما كنتش عايز تلعب تطلعش نجم كبير في التنس طاوله، كنت رحت لعبت ايه؟ كوره برضه. كوره؟ مين لعيب كوره احرف، انت ولا هو؟ اكيد هو. هو صح؟ يخلص على الموضوع. كلمه اخيره وسريعه الى الاسره الكريمه، تقول لهم ايه وانت نجم كبير النهارده وقاعد قدام الشاشات وقاعد في قناه الاهلي، تقول لهم ايه؟ لا اقول للاسره يعني ربنا يخليكم والله على التعب اللي بتعملوه معايا. بس بقى الكاميرا بقى انا مالي الكاميرا ايه؟ الكاميرا دي. لا اقول للاسره طبعا ربنا يخليكم طبعا بابا وماما واخويا واختي طبعا والعيله كلها، عشان
بيتعبوا معايا طبعا، ويعني ما بيقولوليش لا على حاجه، وفي الجامعه معايا ودايما ماما فلوس ماما تعب صح؟ ايه ماما هو هي الدنيا كده خلي بالك يعني بس هم يعني الاثنين على بعض بس فربنا يخليهم ليا يعني، والحمد لله ان هم موجودين يعني ربنا يخليهم لك. ودايما نجوم وابطال النادي الاهلي وراهم فعلا اسر كتيره جدا بتجري ورا ابطالنا وبتتعب مع ابطالنا، واكيد هم البطل الاساسي والبطل الحقيقي هم اولياء امور هذه او هؤلاء اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي. كلمه اخيره، الطموح هنوصل لفين؟ ان شاء الله ميداليه في الاولمبياد. ربنا يكرمك باذن الله. طموحنا اخر كلمه ان شاء الله نفس الطموح يعني حابب يعني ميداليه في بطوله العالم او الاولمبياد ان شاء الله باذن الله. اكيد بشكركم كابتن مروان عبد الوهاب. شكرا لحضرتك كابتن مروان جمال، نورتوني وشرفتوني. واكيد نجوم التنس طاوله دائما وابدا متالقين في سماء التنس طاوله على الصعيد الافريقي والعربي والمحلي والعالمي، وان شاء الله باذن الله قريبا جدا نلاقيهم على منصات التتويج الاولمبيه باذن الله. في اخر حلقه بشكركم والى اللقاء.